تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي للجرائم التي تضر بالاقتصاد القومي. ويأتي في مقدمة تلك الجرائم جرائم التهرب الجمركي والنصب والاحتيال على المواطنين واستغلال النفوذ والإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، حيث تمكنت من تحقيق نتائج إيجابية كبيرة. احترافية وجاهزية أجهزة وزارة الداخلية تسهم في التصدي الفاعل للجرائم المتنوعة، لا سيما جرائم الأموال العامة. فقد نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في ضبط مدير إحدى شركات الاستيراد والتصدير بالجيزة لمزاولته نشاطاً إجرامياً في مجال تهريب أجهزة الكشف عن المعادن النفيسة والتنقيب عن الآثار من الخارج دون الحصول على الموافقات ودون سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها، وإنشائه موقعاً إلكترونياً للترويج لتلك الأجهزة. ونجحت الإدارة في ضبط 25 جهازاً للكشف والتنقيب عن المعادن، وقدر قيمة المضبوطات والغرامات المستحقة عليها بستة ملايين جنيه. وفي إطار الجهود الأمنية المبذولة للتصدي لجرائم النصب والاحتيال على المواطنين، سجلت الإدارة نجاحات كبيرة في هذا المجال، فقد تمكنت من ضبط 4 تشكيلات عصابية بالغربية والبحيرة وسوهاج، قام عناصرها بالاستيلاء على أكثر من 17 مليون و300 ألف جنيه من مواطنين بزعم توظيفها لهم في مجالات التجارة والاستثمار العقاري مقابل أرباح متفق عليها، توقفوا عن سدادها كما رفضوا رد أصول المبالغ المستولى عليها لأصحابها. الإدارة وفي إطار ما تبذله من جهود للتصدي لجرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، شنت حملة أمنية مكبرة لاستهداف القائمين على هذا النشاط الإجرامي على مستوى الجمهورية، أصفت جهودها عن ضبط 7 قضايا بعدد من المحافظات بحجم تعاملات ومبالغ مالية بلغت قرابة 14 مليون جنيه. وفي مجال التصدي لجرائم الفساد الوظيفي وتزوير المحررات الرسمية، تمكنت مديرية أمن الجيزة من ضبط موظف بإحدى الإدارات الصحية بالجيزة استغل طبيعة عمله واختلس العديد من الشهادات الصحية والمرضية والممهورة بخاتم جهة عمله واحتفاظه بها في منزله لبيعها لمن يرغب بمقابل مادي دون إثباتها بدفاتر وزارة الصحة، كما عثر بحوزته على أكلاشيهات مزورة منسوبة لجهات مختلفة ومجموعة من الأدوات المستخدمة في التزوير. كما نجحت مديرية أمن السويس في ضبط موظف بأحد مكاتب البريد بالسويس استغل موقعه الوظيفي في إجراء تحويلات مالية غير مشروعة من خلال تلقيه مبالغ مالية ضخمة على حسابه الشخصي ويتركها لفترة زمنية ليستفيد من الأرباح المستحقة عليها، ثم يقوم بسحبها وتسليمها للمستفيدين حتى لا يدفعوا عمولة لهيئة البريد، وبلغ حجم تعاملاته أكثر من مليون جنيه.